السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف البيج ماستر. ده يعني معناها ان صفحة فيها بعض المزايا او بعض الكلام او بعض الصور، وبعد كده بدي بحطها على الصفحات العادية فبتاخد نفس الخصائص، واول ما بتعدل في الماستر بتعدل فيهم كلهم مرة واحدة. لو دوست هنا وقلت له انسيرت بيجز وقلت له ضيف لي 11 صفحة بعد الصفحة رقم واحد، كده انا عندي صفحات كتيرة. تمام، ده الماستر بتاعي. تمام، ممكن اجي هنا اضيف اي كلمة والصفحة اللي واخدة نفس الماستر هيتغير فيها. يعني خليني مثلا اكتب هنا مثلا اسم كتاب، اجي هنا وابدأ اختار الفونت اللي انا عايزه. تمام، ممكن اشوف الخطوط الموجودة هنا. لو انا عايز حاجة سبيشيال بدوس على علامة الفافورت. تمام، اقدر اضيف مثلا بعض الخطوط او اشيل حاجة من الحاجات ديت. تمام، هقول له انا عايز مثلا اني خط وليكن مثلا اريل، وابدأ اكتب اي كلمة انا عايزها. تمام، بعد ما كتبت هبدأ اسحب الماستر للصفحات ديت. تمام، وهعدلها اوتوماتيك بتعدل في كل الصفحات اللي انا ضفت لها الماستر ديت. او ممكن اعلم على الصفحات زي ما انا عايز وادوس هنا رايت كليك واقول له انا عايز ابلاي ماستر تو بيجز، فيقول لي اختار اني ماستر اللي انت عايزه والصفحات اللي انت عايز تاخد الماستر دوت. تمام، ممكن اجي هنا برضو واقول له انا عايز دوبليكيت. تمام، بحيث يبقى عندي نسخة تانية من ال او يبقى عندي كذا ماستر وكل واحد فيهم ليه صفات خاصة بيه. تمام، هقول له انا عايز نيو ماستر، هيقول لي انت عايز حاجة من الصفر نان ولا معتمد على الاي ماستر. هقول له معتمد على الاي ماستر، واختار البيج سايز والاورينتد والويتس والهاي زي ما انا عايز واقول له اوكي. فبقى عندي اتنين ماستر، اي واحدة ممكن اخلي بعض الصفحات اي ماستر وبعض الحاجات التانية بيت صفحات اقول له بي ماستر. طيب لو انا عايز اعمل هنا رقم صفحة، تمام، فهاجي هنا واقول له انا عايز اضيف رقم صفحة فين؟ في البي ماستر. تمام، طيب هاجي بعد كده من طيب هقول له انسيرت سبيشال كاركتر واقول له انا عايز اضيف كارنت بيج نمبر. تمام، هيضيف لي هنا رقم الصفحة بتاعتي. تمام، هتيجي هنا مش هتلاقي حاجة لان هو دي مرتبطة بالاي ماستر. طب لو حطيت البي ماستر هنا هتلاقي ظهر فيها رقم الصفحة اوتوماتيك. تمام، طيب تقدر في اي وقت اعدل في. طيب لو انا عندي هنا البي ماستر موجود اهوت الكلام ده موجود في الماستر وانا عايز اعدل فيه، بدوس كنترول شيفت واروح اعمل كليك وابدا اختار واقدر اعدل فيه زي ما انا عايز. تمام، هو نفس الصفحة دي مرتبطة بالبي ماستر بس انا عدلت حاجة استثنائية من خلال ان دوست كنترول شيفت مع كليك شمال للماوس. تمام، وتقدر برضو هنا تحط صور اللي انت عايزها، تقدر تظبط زي ما انت عايز، كل اللي انت عايز تقدر تظبطه بسهولة وهيبدأ يأثر فيهم كلهم. تقدر مثلا تقول له انا عايز تعدل اي حاجة انت عايزها يعني لو ضفت صورة هيتضاف فيهم كلهم في نفس الوقت.